السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة. هذا نهار جديد وفيديو جديد وفكرة جديدة اللي كنتمنى أن تنال الإعجاب ديالكم ومشاهدة ممتعة. فكرة اليوم هي عبارة عن مفرش بلاطو بطريقة الرسم على الثوب. المواد اللي غادي نحتاجو للصباغة خاصة بالثوب هي صباغة مائية. انا هنا عندي ماركة ديال لاباخاريطا. غنحتاج الفاشيون ولا بات كونتور. اختاريت هنا اللون الوردي. دي بانسو. غادي نحتاج الرشمة. انا اختاريت هاد الرشمه هادي. الورود فيها كبار باش يجي التطبيق ديالها باين وسهل. وعندي ثوب. هنا انا استعملت هاد الثوب اللون ديالو اسود. اذا نبداو على بركه الله. اول عمليه كنحط الكالك. هنا بالنسبه للثوب عندي اللون الاسود. كنستعملت هاد الكالك هذا اللون ديالو فاتح. غادي نرسم الرشمه ديالي. دابا الان غندوز للمرحله الثانيه وهي مرحله الصباغه. هذا اللون الاسود كيحتاج اننا نخدمو لاباز بعدا بالابيض، ومن بعد نتسناوها تنشف واحد شويه وعاد نبداو نخدمو عليها الالوان. اذا هانتوما معايا. غندوزو للمرحله المواليه، هي مرحله ديال الصباغه. غادي نختار هنايا اللون الاحمر. وعندي اللون النحاسي. درت هنا اللون الاحمر. عندي لون نحاسي. هذا الاحمر لا ريفيرونس ديالو هي 46. بالنسبه لهذا الكويفري فونسي 48. بنفس لو بانسو غادي نخدم.
هذا هو الشكل ديال الوريده ديالي. نفس الطريقه غنصوب العريشات اللي كاينين هنا. غادي ناخذ هاد لاباط كونتور عندي هنا كويفري، غنصوب بها دوك العريشات اللي الوسط. غندير دوائر بحال هكا وغادي نعقد. بهذا الشكل هكا غندير بيه الوسط ديال العريشات. وهذا هو الشكل النهائي ديال المفرش ديال البلاطو ديالي من بعد ما كملتو. كتبقى لي المرحله ديال هاد الجناب ديالو. هنا كنت خدمتهم ديجا بالكافيار والفاشيون. هاد الطريقه ديال الخدمه ديال الكافيار كنت سبق لي شاركتها معكم في الفيديو ديال الجلابه ديال الحاجه اللي كنت صوبت لها بهاد الفاشيون والكافيار. غادي نعاودها معكم، نعاود معكم هاد الجانب هذا، باش من بعد غادي نقطع الجناب ديال المفرش ديالي. بالنسبه للكافيار عندي هو هذا، هذا خديته من عند لوازم الخياطه. كاين كافيار بهذا الشكل ديال الفاشيون، وكاين كافيار الخاص بالجيلاتين حتى هو انا غادي نوريه لكم دابا. هو هذا، هذا الكافيار الخاص بالجيلاتين، والاخر كافيار خاص بالفاشيون. هذا هو الشكل النهائي ديال المفرش البلاطو. كما يمكن لينا اننا نديروه دينابرون صغار الكوافوزات اللي حدا الناموسيه، ولا يجيو فوق الطبيلات صندري في الصالون. المهم كيجي المنظر ديالهم جميل، والطريقه ديالهم راها سهله، اي مبتدئه يمكن لها انها تطبقها. اذا عجبكم فيديو ديال اليوم كنتمنى ما تبخلوش علينا بلايك وباشتراك اذا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي، وتفعلي الجرس باش توصلي دائما بالجديد. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، وفكره جديده ان شاء الله.